السلام عليكم متابعي دراما سبورت، بتمنى ما تنسوا الاعجاب والتعليق، واذا اشتركتوا بالقناة رح اكون ممنون لكم. بالبداية حابب اشكر كل شخص شارك معنا في مسابقة الطقم السوري، واللي قررنا منح صاحب التوقع الصحيح طقم منتخب سوريا. شارك بالمسابقة اكثر من 3000 شخص، وكان العدد اكثر من المتوقع، من بينهم 105 اشخاص توقعوا النتيجة الصحيحة لهالمباراة. هلا رح اعرض اسماء اللي توقعوا نتيجة المباراة. هالاسماء رح تتنافس فيما بينها على توقع نتيجة الاياب، وصاحب التوقع الصحيح لنتيجة الإياب بين اللي رح أعرض أسماءهم هو اللي رح يفوز بالطقم. شريطة أنه يحط نتيجة مباراة الإياب النتيجة الصحيحة، وأنه يشارك هالفيديو بصفحته الشخصية ويكتب تم. بالتوفيق لكل المشاركين.